باقي سعد صباحكم، صباح النور، صباح الورد. أتمنى يلقاكم هذا الأوديو في أحسن أوقاتكم. بونجور تو لوموند، جود مورنين. أزول أوديو اليوم للترفيه، حبيت نغيروا شوية جو أنا وياكم نخرج شوية من المواضيع الثقيلة، ولكن راح نسجل ممكن أوديو آخر حول موضوع يهمكم أكيد، يعني ما نخليش تساؤلاتكم هكذا. هو فيها أوديوهات منتظراني مثل أوديو نتاع Spirit Love ولا Spirit ما نذكرش اسمك، اللي حول القوى الظلامية أو الطاقات الظلام، لأن القوى أنا ما نعتبرش أنها عندها قوة. فاليوم راح نتكلم عن الأغبياء، الأغبياء سلوكيا، لأنه الغباء كمصطلح مش راح نناقشه أكيد، ومنش راح ندخل في نظريات فلسفية ونظريات علمية لأنه سيطول الأمر، ولكن حبيت نناقش فكرة الغباء السلوكي لدى بعض الناس، وحتى مش مناقشة وإنما راح نعطيكم فقط بعض العلامات اللي إذا شفتوها في شخص ما ابتعدوا عليه وغنوا له. أولا كما قلت لكم الغباء ليس فطري أكيد، يعني لما نقول ليس فطري هو فطري جينيا بيولوجيا، بمعنى أن هناك شعوب ذكية وتورث الذكاء لأولادها وبناتها أكيد، يعني هناك شعوب تصنع الغباء للأسف شديد وتورث هذا الغباء عبر جينات إلى، وصرتوا تعرفوا اليوم يعني بعد كل الأوديوهات اللي عملتها لكم حول التناسخ وحول الكود الجيني وحول التناسخ الجيني ما بين الأولاد والأبناء، صرتوا تعرفوا أكيد صرتوا تعرفوا أن الذكي ينجب ذكيا بضرورة المنطقية. لما نقول ذكي يعني فطريا هو ذكي، عنده البوتنسيال أو المادة الخام اللي تسمح له أنه يعيش بذكاء، ولكن هل سلوكه سلوك ذكي؟ لا ما نعرفوش. ننتظروا حتى هذا الرجل أو هذه المرأة يصير عندهم تفاعلات اجتماعية حتى نقولوا فلان ذكي أو فلانة غبية. فإذا الغباء اللي نتحدث عليه اليوم هو الغباء الاجتماعي خاصة أو الغباء السلوكي، وكما قلت لكم دائما رح نعطي وجهة نظر فقط، وجهة نظري أنا فقط، ونحب نعرف كذلك وجهة نظركم أنتو، تكتبوا لي خلوا لي في التعليقات وجهة نظركم. بالنسبة للنكات الجزائرية اللي ما فهمهاش الكلمات بسيطة جدا، حاولوا تشيلوا كلمات اللي ما فهمتوهمش عشان تفهموا النكتة. اللهجة الجزائرية لهجة بسيطة مش معقدة، يعني مثل ما يتصوروا البعض. جستمع، هذا التصور هو أحد البلوكات اللي تجعل من الناس ما يفهموش اللهجة، لهجة شعب معين. يعني لما تقولي في ذهنك أنا مش رح نفهم أنا اللهجة التونسية ولا الجزائرية، أنا مثلا نقول في ذهني أنا مش رح نفهم اللهجة السعودية أبدا أبدا، فلازم تشيلوا هذا البلوكات. يعني أنا مثلا تكلمت كجزائرية، تكلمت مع سعوديين وفهمت لهجتهم، وتكلمت مع عراقيين وفهمت لهجتهم. يعني شيلوا البلوكات راح تفتحوا قناة الذكاء. طيب الأغبياء بالنسبة لي، الغبي بالنسبة لي، اليوم راح نبعث للكون كلمة غبي نبعثهم للجحيم. لازم تعرفوا أن المجتمعات تصنع الغباء قبل ما ننسى، يعني كل المجتمعات في العالم تصنع فئة من الأغبياء، حتى بسلوك الذكي أحيانا قد تكون نتيجته إقالة أو إزاحة الذكي والإبقاء على الغبي. وتذكرني قصة رواها أحد الناس وهو سائق قطار، قال كان فيه سكة قطار وحدة يلعبوا فيها، سكة قطار مأهولة يعني مروا فيها القطارات، كانوا يلعبوا فيها مجموعة 10 أطفال، واحد منهم انفصل العاشر راح يمشي يلعب في سكة قطار أخرى مهجورة ميمروش عليها القطارات أبدا أبدا أبدا، يعني nothing.
والسكة الخرابقة فيها 9 الأغبياء. للأسف واحد المرة جاء قطار، يعني في هذيك السكة المأهولة كان راح يمر القطار، وسائق القطار تذكر أنه يعني الأطفال يلعبوا فيها، فماذا فعل؟ قرر أنه يغير مسار القطار إلى السكة المهجورة اللي يلعب فيها الطفل الوحيد. على أساس ماذا؟ على أساس كمية الأطفال اللي راح يقتلهم. فقال اللهم نروح من السكة الأخرى نقتل طفل واحد بدل ما نقتل 9 أطفال كاملين. وهذا القرار كان قرار ذكي الحقيقة لو نشوفه، هو قرار ذكي ولكنه في الأصل قرار غبي. لماذا؟ لأنه قضى على الشخص الذكي الوحيد اللي كان يلعب في السكة الآمنة قتله، وأبقى على 9 من الأغبياء، 9 من الأطفال الأغبياء. في تجربة أخرى كذلك نذكرها لكم، وهو أنه واحد المرة جمعوا مجموعة من القرود، وخمسة قرود، وحبوا يشوفوا قرود شمبانزي، حبوا يشوفوا درجة ذكائهم في اكتساب سلوكات جديدة، سواء كانت سلوكات مسالمة أو سلوكات عدوانية. فقاموا بعقابهم، يعني كانوا يحطوا لهم موزة فوق ويحطوا لهم سلم، فمعنى ذلك أن الشخص آه سوري أن القرد اللي يتسلق السلم حتى يطلع للموزة هو قرد، هو أذكى القردة الموجودين في القاعة، فهمتوني؟ فأسرع قرد كان يطلع في السلم، القردة الرابعة الباقين كانوا ماذا؟ كانوا يعاقبوهم، يرموا عليهم الماء. اليوم الثاني نفس الشيء، اليوم الثالث نفس الشيء، الرابع نفس الشيء، إلى غاية ما ولوا القردة طوروا سلوك أنه كل ما يجي يطلع قرد في السلم حتى يروح للموزة يقوموا هما يهجموا عليه، ينزلوه عقاب ليه، يعني مادام إحنا تعاقبنا فقبل ما يجي العقاب ننزلوك أنت من السلم حتى إحنا ما نتعاقبوش، يعني تفاديا لرمي الماء عليهم ما يخلوا حتى قرد يطلع، اللي يجي طالع في السلم يعني يهبشوه وينزلوه، فهمتوني؟ فهذا السلوك الأول اللي طوروه. السلوك الثاني يعني ضرب القرد اللي يطلع في السلم، قاموا العلماء بتجريب العديد من القردة الجدد، يعني دخلوا قرد من المجموعة القديمة ويعادوا يرجعوه إلى آخره، ودايما تحصل نفس النتيجة، في كل مرة يحاول أحد القردة أنه يطلع في السلم القردة الأخرى أوتوماتيكما تقوم تضرب ذلك القرد حتى لا يسقط عليها العقاب، إلى أن تم تغيير كل مجموعة القردة التي اكتسبت هذا السلوك. يعني جابوا 5 جدد كلهم، كانوا كل مرة يخرجوا واحد ويجيبوا واحد جديد، إلى أن خرجوا كل الخمسة هادوك، خرجوهم وجابوا 5 قردة جدد، يعني ما عندهم حتى خبرة بالعقاب، ولكن للأسف الشديد كان كل ما يجي يطلع قرد في السلم كذلك يضربوه. لماذا يضربونه؟ ما يعرفوش، يعني هم اكتسبوا سلوك القردة اللي كانت موجودة معهم في القاعة، أو سلوك القردة اللي كانت تضرب. هذه التجربة تثبت بأنه يمكن صناعة سلوكات غبية في المجتمع. بماذا؟ بتكريس العقاب. العقاب سيكوا؟ العقاب لوغسكون بيناليز، لما نعاقبوا شخص أو نعاقبوا مجتمع أو نعاقبوا دولة أو ما شابه، فللأسف الشديد راح ننتجوا شعوب غبية، يعني شعوب ترضى بكل ما يملى عليها من طرف الحكومات، بدليل الشي اللي وقعنا اليوم. يعني البارح مثلا شفت احد السيدات اللي تم طردها من العمل، كان عندها طلبوا منها انها تعمل تيست تبع الكوفيد كل مره كل 15 يوم، اوكي؟ لماذا؟ لانها رفضت تاخذ اللقاح، قالت اتس اوكي وانا ما ناخذش اللقاح ونعمل لكم هذا التيست كل مره كل 15 يوم، يعني هي متوافقه مع القانون، شيز اوكي. ولكن للأسف الشديد
أول أمس تم طردها من العمل، ما هو السبب؟ قالوا لها ببساطة أنت تشكلين خطرا. على ماذا؟ على المجتمع الذي تتعاملين، لأنها هي مساعدة اجتماعية، تتعامل مع الأطفال مع الشيوخ. قالوا لها أنت تشكلي خطر على المجتمع اللي تتعاملي معه. ما هو الخطر إذا كانت هذه السيدة نيجاتيف سلبية؟ ما هو الخطر إذا كانت هذه السيدة قد سبق لها وأن مرضت بالكوفيد؟ ما هو الخطر إذا كانت هذه السيدة لا تريد أن تتلقح؟ نفس الشيء مثل ما يقولوا لنا اليوم، ما تقدروش تشرو أي شيء بأموالكم الكاش، يعني ما تقدريش تخرجي أنت أموال كاش وتروحي تشري بها شيء. لماذا؟ لأن الأموال ممكن تكون contaminated، يعني ممكن تكون ملوثة بالفيروس، وهذا هو التمهيد لما يسمى بعصر الرقمنة، وين الإنسان ما يلمس أي شيء أو ما يلمس أي أموال، وندخله في نظام العالم الجديد اللي يولي كل إنسان عنده باسبورت، جواز تلقيح، وعنده كريديت كارد يمشي بها أو ديبت كارد يمشي بها، عمره لا يشوف أمواله وعمره لا يلمس أمواله. وون فا بيرد، نفقدوا أي صلة، أي صلة بتجذرنا المادي أو بتجذرنا المالي، ونقول له مجرد أرقام يتم التحكم فيها عن بعد، بدليل كل المؤسسات أو كل الشركات تم إغلاقها إلى حد اليوم. يعني لي ان ديستركسيون توتال، هناك تهديم شامل للدول وللمؤسسات وللسياسات إلى آخره، تمهيدا لهذا النظام العالمي الجديد، حتى يوصل الشخص واللي ما يثقش في دولته، ما يثقش في قانونه، ما يثقش في سياسيه، ويبدأ يبحث عن التكنوقراطيين اللي هم المدراء في الخفاء، هم الذين يديرون الكوكب أو سياسة الكوكب في الخفاء. خرجت على الموضوع، سامحوني. أوكي. الغبي بالنسبة لي هو الشخص الذي يعتقد بأنه منفصل على العالم. رؤية أكيد مش الناس كلها تشوفها. على بالي اليوم حطيت نفسي في ثوب الغبية. الغبي هو ماذا؟ هو الشخص الذي يعتقد بأن العالم مختلف عنه، فيقول إن العالم كذابين وهو كذب، إن العالم منافقون وهو منافق، إن العالم سيئون وهو سيء. إذن الغبي بالنسبة لي هو الشخص الذي يفصل بينه وبين العالم، أو بينه وبين الكون، يعمل حاجز بينه وبين الكون. الكون هو أنت، وأنت هو الكون، العالم هو أنت، وأنت هو العالم، والذكاء هو أن تعرف ذلك. ببساطة الأغبياء دايما يفكروا، أول سمة تعرفها على الغبي هو أنه دايما يفكر بأن الآخرين أغبياء. يعني بمجرد ما تتعامل مع واحد غبي يقول لك الناس اللي زوت سون ديبيل، أو الناس الآخرين أغبياء. هذا الغبي، لاحظوا، إذا تكلمت عن الغباء كسلوك اجتماعي ونفسي وأسترالي وعقلي، ستمونك، هو نقص، هو نقص في كل هذه المجالات، هو نقص في المونتاليزيشن، هو نقص في التفكير، هو نقص في الوعي، وهو نقص في معرفة الذات، معرفة الإنسان بنفسه. فإذا اعتبرت هذا الإنسان أنا غبي لأنه عنده هذا النقص، بمجرد يمكن للإنسان هذا أن يصبح غبي، أن يصبح صاري ذكي في ثانية واحدة، بمجرد ما يعمل، بالنسبة لي بمجرد ما يعمل كونكشن مع السوبرامونتال عنده، أوكي، يصبح ذكي، ينتقل يعني في ثانية واحدة من اللاشيء إلى الشيء، أو من اللاوعي إلى الوعي، أو من الغباء إلى الذكاء ببساطة. فإذا أنا بالنسبة لي الغباء وليس الجهل، لأننا كلنا من دون استثناء نجهل أكثر مما نعلم. فالجهل أنا عندي مش غبي، ممكن نتصاحب مع شخص ذكي جدا وهو ما عنده أي دبلوم،
ما عنده أي شهادة وممكن ما تخش كامل المدرسة. فإذا الذكاء ليس الذكاء الغباء ليس غياب المستوى العلمي ولا الثقافي، وإنما هو غياب الوعي بالكينونة وبعلاقة كينونتنا أو بعلاقتنا مع الكون. أول سؤال راح نجاوب عليه بسرعة، هل الغباء معدي؟ نعم، أثبتت الدراسات النفسية أن معاشرة الأغبياء تجعل الأذكياء للأسف الشديد يتغيرون دماغيا من جراء الضغط الاجتماعي الذي يمارسه عليهم الأغبياء. وقد جرب العلماء على مجموعة من الكوبايز لمدة 92 يوم، بحيث كل يوم يسألوهم عن خطوط معينة، يعني مرة يسألوهم عن خط رياضي، مرة لغوي، مرة دماغي أو عقلي يعني نقصد إلى آخره. فلاحظوا أن الأذكياء صاروا يغيروا في إجاباتهم مع الوقت. يعني في الأول كانوا يجاوبوا دين فاسون سبونتاني بصورة فورية ويعطوا إجابة مختلفة عن إجابة الأغبياء، مع الوقت صاروا يغيروا إجاباتهم، يعني صاروا يفقدون الثقة في إجاباتهم الصحيحة، وصارت إجاباتهم أقل بديهية، يعني صاروا يأخذوا وقت باش يجاوبوا بدل ما يجاوبوا بصورة سريعة وبديهية. فاستنتجوا أن ذكائهم صار يقل، وعملوا لهم أنياغام أو صورة للمخ، وقارنوها بالصورة اللي عملوها لهم في بداية التجربة، فوجدوا أن الحركة الكهربائية عندهم في دماغهم نقصت بشكل واضح، يعني شكل نقدروا نحسبوه بالمقارنة مع بداية التجربة. فالنتيجة أيضا، نتيجة التجارب هذه، أن الغباء معدي. الغباء معدي، لما نعاشروا أغبياء نصبحوا أغبياء. لذلك لازم دايما تبعد روحك على الأغبياء. ولازم تسأل روحك كل يوم، ما هو عدد الأشخاص الأغبياء الذين تقابلهم أثناء أسبوعك أو في أسبوعك؟ والسؤال الثاني هو حول السلطة في العمل، هل هي في يد رئيس غبي؟ يعني أنت، هل السوبرفايزر عندك أو رئيسك في العمل غبي؟ وأنت مضطر أكيد إلى ماذا؟ إلى تنفيذ أوامره الغبية، وهذا راح يزيد من الضغط عليك وراح يزيد يتأثر مخك بهذا الغباء للأسف الشديد. الذكاء كذلك معدي، لازم تعرفوا الذكاء معدي، ولكن الفرق بينه وبين الغباء أنه ليس محدود. الذكاء مش محدود، يعني ما فيش محدودية، لأنه متصل بالسوبرامونتال عندنا، والسوبرامونتال مثل ما تعرفوا هي مصدر لا ينتهي، سيلان فيني. يعني أنت لما توجد مثلا أنه هناك محاضر ما ذكي وبديت تسمع له، بديت تنتقل كل مرة مثلا أنه تخلص تيكت وتدخل تسمع لهذا المحاضر، فرح توجد أنك بعد مدة من الوقت ذكائك سيحاول مجاراة ذكاء ذلك المحاضر، وتبدأ أنت تتكلم بكلامه وتستعمل بعض مصطلحاته وتستعمل بعض كلماته، وهذا يؤدي بالضرورة المنطقية إلى التأثير على طاقتك العقلية. وإحنا دايما كما قلت لكم في أوديوهات السابقة، دايما لازم نشوفوا النتائج ما نشوفوش السبب. يعني ما يهمكمش أنا وش نقول اليوم إذا اعتبرتوني ذكية. لازم تشوفوا النتيجة اللي تظهر عليكم أنتو من جراء ما سمعتم مني. المهم هو ما حصل من تغيير من جراء الريح أو من جراء المطر أو من جراء كلمة أنت بعتها للأسترال أو بعتها في اليوتيوب أو في أي مكان، فهمني؟ وليس مهم هذه الكلمة اللي قلتها، لأنها مجرد سبب،
لازم ننظر دائما للنتائج التي حصلت من جراء ذلك السبب. فإذا نرجع لقصتي مع المحاضر، أنت صرت تستعمل مصطلحات وصرت تعمل كلام وصرت تفهم محتوياته اللي كانت تبان لك الغايز في بداية الأمر. فطاقتك العقلية طلعت، طاقتك العقلية علات. أوكي، لماذا؟ لأنها صارت لاصقة في ليغريغور انتيليجون دو سيت بيرسون، صارت لاصقة في الهرم، إذا كان مصحيحة هذه، في الهرم الذكائي الأسترالي الخاص بذلك المحاضر. خلاص انت لصقت في بعوشة. بعوشاتي ناموساتي، كش نعرف نقول لكم ما هو الفرق، ما هو الفرق في الوعي ما بين الحشرات، ما نعتبره نحن حشرات من دون وجود ايكولوجي، والانسان. ما نقول لكم علاش نستعمل هذه الكلمات، يعني لماذا أدللكم بها، أدلعكم بها. كريم قال لي كان كريم ذكرتك، قلت لي كان يسموني ناموسة. شفت عملتكم ديكونكشن باش تريحوا شوية مني. إذن أنت لما تلصق بليغريغور انتليجون دو سيت بيرسون، كما كنت نقول الآن، لما تلصق بهذا بهرم الذكاء لذلك الشخص، بعد مدة أنت راح تطير بجناحاتك، مش راح تبقى معه. لماذا؟ لأنه طاقتك العقلية، ذكائك راح يعلى وطاقتك العقلية راح تعلى، وراح توضع عن نفسك، أنت توضع عن نفسك رينج، توضع نفسك في الرينج الصحيح مع السوبرامونتال الكوني، مع الطاقة الكونية الذكية. إنه الذكاء، الذكاء مش ذكائي ولا ذكائك ولا ذكاء أي إنسان، الذكاء هو طاقة كونية. الفو سارونجي بو لا كابتي، لازم احنا نعدلو اللونتين، ما مش عارف كيف يسمو اللونتين هذا، لازم نعدلو احنا انابيبنا او قنواتنا الطاقية حتى نستقبلو طاقة الذكاء هذه. فهمتوني؟ فالذكاء وليس ذكاء اينشتاين مثلا، ولا ذكاء نيوتن، ولا ذكاء بيل او اي شخص، هو ذكاء كوني، طاقة كونية. نحنا لازم نحطوا أنفسنا في الرينج الصحيح حتى نتلقاوها. فقلت بعد ما كنت أنت لاصق في الهرم الذكائي لذلك الشخص، تتقوى طاقتك العقلية وتطير، أنت تحلق بطاقتك أنت، وتولي أنت كذلك ذكي، ويصبح عندنا في الكون ذكائين مختلفين، قناتين من الذكاء أو نوعين من الذكاء. أوكي، هذا متى يحصل؟ هذا يحصل إذا لم تتقاتل أنت مع مصدرك، إذا لم يتقاتل الإيغو لديك مع مصدرك، يعني إذا أنت ما دخلتش في حالة خلاف مع المحاضر الذي لقنك أو الذي وضعك على الرينج الصحيح للذكاء. فاهميني؟ يعني إذا أنت ما دخلتش في خلاف مع مصدرك الذي أسس لثورتك العقلية. أتمنى تكونوا فهمتوني، يعني ليبوليسيون كما احنا نقوله، الثورة العقلية اللي في مخك، هو كان لينيسياتور، هو اللي عملها لك، أو هو اللي حطك فيها. لأنه بمجرد ما العقل يثور خلاص تبدأ ماكينة التفكير، ولما تبدأ ماكينة التفكير يبدأ الكثير من الأمور. طيب رح نختم الأوديو بشيء من الطرف، نعطيكم العلامات اللي بيها تعرفوا أن الإنسان اللي مقابلكم غبي. لازم تبعدوا عليه. أول علامة قالها لنا إينشتاين، قالنا الغبي هو الذي يكرر الخطأ مرتين منتظرا نتيجة جديدة. يعني عارف بلي هذا الشيء خطأ، ما ذلك تقول له ما تحطش المسمار هنا، ما يدخلش، سامة با فونكسيوني، ومع ذلك راح يعاود يضرب المسمار في نفس المكان، أو يحط الفيس العدريانة، يعني يعمل نفس العمل بنفس الطريقة ويحصل على نفس النتيجة، رغم أنه يعرف أنه المرة الأولى عملها خطأ وحصل على هذه النتيجة، فيبقى إذن يكرر في الخطأ مرات كثيرة. هذه أول علامة. العلامة الثانية هي الإصرار على الخطأ أو على رأيه مهما ثبت بطلانه، يعني
هو عارف أن رأيه مش صحيح أو على الأقل غير مناسب، ولكنه يصر على أنه هو السليم. لذلك النقاش مع الغبي لا جدوى منه. لما تناقشهم أنت تهدر طاقتك لأنهم لن يتغيرون، ما عندهمش بصيرة أنهم يشوفوا الصحيح ولو مؤقتا، فتبقى أنت تحكي تحكي وتبرر وتبرر، في الأخير تخرج من النقاش بعد أن تكتشف أنه من دون فائدة، يعني نقاش من دون جدوى. علامة ثالثة، الغبي أصم نفسي، يعني لا يسمع ولا ينتصح أبدا بالرأي الآخر، يعني مهما نصحته مهما وريت له الحق مش راح يتبعه، فلذلك نسموه الأصم النفسي. العلامة الرابعة، الغبي يجمع من حوله الأغبياء أو مثله كأتباع، يعني يعمل شلة هكذا تبعه وتقول له دائما نعم ويستبعد. وفي الغالب هذا الأغبياء اللي يجمعهم من حوله هم غير مخلصين له، يعني مجتمعين من حوله من أجل أمواله أو من أجل نادري من أجل شيء معين، يعني من أجل مصلحة. ويستبعد الغبي دائما الحكماء أو الأذكياء الذين يختلفون معه في الرأي، لأنه كما قلت لكم في الأول هو لا يحب من يختلف معه في الرأي. علامة الخامسة، الغبي هو الشخص الذي يصر دائما على الخطأ، يعني مثلا واحد دخل في نفق، نفرضه نفق ولا غار ولا كهف ولا ما شابه، ثقب معين نقوله، ورأسه محصور، يعني شاف بأن رأسه محصور، يعني حجم رأسه دخله وشاف أنه محصور، ومع ذلك يصر على أن يدخل جسمه رغم أنه جسمه أكبر بكثير من رأسه. يعني ما يفكرش في النتائج، الغبي ما يفكرش في النتائج، المهم هو يكمل الشيء اللي هو حاب يعمله. العلامة السادسة، الغبي يشهر بالناس، يعني الغبي هو من يحرق دائما كروت الناس أو يحرق مصداقيتهم، يعني الديكريديت نقوله بالفرنسية، الديكريديت لزوت، يعني دائما بالنسبة له الناس مش صادقين، أوكي؟ فيقوم هو يفشي أسرارهم عند الآخرين. يعني الغبي توجده مثلا يفشي أسرارك، تحكي له شيء يروح يحكي لشخص آخر غيره، شخص غبي مثله، حتى ماذا؟ حتى يستميله إليه، يشريه، يعني حتى يشتري رضا الشخص الآخر. وفي الأخير الناس كلها راح تبعد عليه، لأنها راح تعرف أنه ليس أمين، هو شخص مش أمين على أسرارك ولا على أسرار الآخرين، يجد نفسه وحيدا ويدخل في ثوب الضحية والمظلوم، ويبقى دايما جاهل مش عارف السبب. مش عارف الأسباب التي من أجلها ابتعدت الناس عنه، ويبقى يبكي وأنا وحيد وأنا مظلوم وأنا عملولي وأنا دارولي. سابعا، على ما السوا، الغبي يرى نفسه دائما عظيما، عنده جنون عظمة، يعني دائما يصنع لنفسه هالة اجتماعية أو قشرة يرى نفسه من خلالها، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه مهزوم اجتماعي، يعني أن كل الناس اللي ما زالت موجودة معه، يعني هي معه لسبب ما، هي معه من أجل غاية ما، هي معه لأنها لا تعترف لا تعرفه بصورة كافية، هي ناس موجودة معه لأنها قربت منه ولكن ما قربتش منه كفاية حتى تعرفوا معرفة حقيقية من الداخل، فهميني؟ اللي كان سباسي يعني بالفرنسية نقوله، هم معاه لأنهم ما يعرفوش ملاح. العلامة الثامنة، الغبي لا يحسب نتائج أفعاله أو نتائج سلوكاته ويخسر الناس بسرعة حتى ينتصر لنفسه، يحب دايما هو يخرج رابح ولو بالكذب،
فهمتوني؟ كي الناس تعترف بالهزيمة بيصيروا بكل روح رياضية. لماذا؟ لأنها تحب تنتصر في المرة الجاية. أما الغبي لا يحب ينتصر حتى ولو بصورة يعني بصورة كما يقولوا زائفة. فهمتوني؟ نجدوه يتصادم مع الناس مثلا بصورة مستمرة فقط ليثبت لنفسه أنه منتصر. يعني هذه الانتصارات هي انتصارات مؤقتة وزائفة، وسيكتشف في الأخير بعد ما يكمل كل هذه الصراعات والحروب سيكتشف أنها حروب تافهة، ويكتشف جسامة النتائج وكمية الناس كذلك اللي خسرها بسبب هذه الحروب. العلامة التاسعة، يعتبر دائما الغبي الرأي المخالف له إهانة له وليس تبادلا ذهنيا. وأخيرا العلامة العاشرة حتى نختم الأوديو، الغبي لا يتغير. الغبي لا يتغير، هو شخص راكد ثابت في طاقته، يعني ما عنده حتى تغيير وعنده اقتناع بأن سلوكه كذلك لا يتغير. يقول لك أنا عامل هكذا أنا عامل هكذا مثلا، فما عنده حتى رغبة في التغيير. أوكي؟ ثابت في قراراته، ثابت في طاقته، ثابت في سلوكاته، ثابت في حماقاته وجهالاته. يعني الغبي لا يواكب أي تطور. أوكي؟ ولذلك لازم بعد عليه تحياتي. سلامات.